فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله في هذه الصفة: وهذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو الدين من المتفقهة أو المتصوفة أو غيرهم، أو منتسبين إلى رئيس معظم عندهم في الدين غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يقبلون من الدين رأيا ورواية إلا ما جاءت به طائفتهم. هذا من فقه الشيخ رحمه الله، فإنه أراد أن يبين أن هذه الآيات ليست خاصة باليهود، بل هي عامة لكل من اتصف بصفتهم وعمل مثل عملهم من المتعصبة في هذه الأمة، الذين يتعصبون لإمام من أئمتهم، أو يتعصبون لرأي أو لمنهج من مناهجهم ولو كان يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء فيهم شبه من اليهود. فكل من تعصب لمذهب أو تعصب لقول من الأقوال أو تعصب لإمام من الأئمة غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإن فيه شبها من اليهود. الواجب على المؤمن أن يتبع الحق وأن يترك الباطل ولا يتعصب له أبدا، هذا هو الإيمان. نعم.